احنا عايزين نتكلم في موضوع كبار السن دلوقتي. اصلا في ازمه كورونا اللي احنا فيها، كبار السن في خوف اصلا عليهم، يعني حتى لو هم يعني بيتمتعوا بصحه كويسه فدايما في خوف زايد عليهم، فما بال كمان لو كبار السن عندهم مشكله السمنه المفرطه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا ان كبار السن يمكن ليهم مشاكلهم الخاصه بيهم، لكن هي مش بمنع عن الناس كلها المصابه بالسمنه المفرطه. ربما يكون عندهم مشاكل بسبب الوزن في قله الحركه، يعني هو ما بقاش باصص لنظره تجميليه اكتر ما هو يعني عايز يتحرك، عايز يخدم نفسه، عايز ايوه يؤدي وظائفه اليوميه بشكل يعني صحي سليم بدون مشاكل. يعني الحقيقه طبعا ان كبار السن عندهم مشاكل كتيره، يعني غير السكر والضغط وشنط الادويه الكتيره اللي بقى كوليسترول ودهون في الكبد وحاجات، عندهم بقى مشاكل تانية اللي هي المفاصل ما بتبقاش شايلاهم اكتر شويه. طبعا السمنه في السن الكبير بتتعامل برضو زيها زي السن الصغير، لان هي نفس المشاكل بل بيضاف عليها ان هو بيبقى عنده ديسابيلتيز، يعني مش عارف يتحرك، مش عارف يروح، مش عارف ياكل، مش عارف يشرب، مش قادر يخدم نفسه كخدمه يعني الحياه اليوميه. بس دي حاجة صعبة فهي أصلا طبعا نفسيا جدا، يعني على حتى لو واحد صغير، بالذات الواحد كبير، يعني دايما الواحد بيبقى شايل هم لما أكبر مش عايزة، يعني يا رب ما تحوجنا إن حد يخدمنا ولا كذا، يعني سبحان بالظبط الله. بالظبط. فلو كمان في مشكلة سمنة فالسمنه بقى المفرطه كمان، يعني هي كون ان هي بتعمل امراض مصاحبه للسمنه المفرطه زي السكر، السكر نفسه بيقلل المناعه، يعني السكر في حد ذاته هو مرض من الامراض المزمنه اللي هي بتقلل مناعه الجسم بصفه عامه. النمره الثانيه انه السن الكبير في ازمه الكورونا اللي احنا موجودين فيها، السن ده يعتبر من اكثر الحاجات التي تؤدي الى الاصابه، يعني دي من ريسك فاكتورز او الحاجات اللي هي بتخلي فئة معينة من المجتمع بتصاب أكتر من غيرها يعني. فالسن الكبير ده يعتبر ريسك فاكتور طبعا. اللي بعده على طول يعني اللي هو السمنة المفرطة. فالسمنة المفرطة طبعا مشاكلها كتيرة، مع حتى مع العدوى ومع إن هي بتقلل المناعة، إنه الجهاز التنفسي بيبقى يعني في مشكله كبيره، انه دايما احنا عارفين ان مرضى السمنه المفرطه عندهم انقطاع النفس اثناء النوم، دي حاجه مشهوره جدا اللي هي الاوبستراكتيف سليب ابنيا، بيبقى عنده مشكله في ان الرئه بتاعته ما بتفردش بالكميه الكافيه بسبب الدهون المتراكمه او سبب الدهون الكثيره في يعني في الجسم، فما بتخليش كفاءه الرئه. يعني اشهر سبب بعد زياده بعد زياده السن او يعني السن الكبير ان هو يخلي فيه خطوره من الاصابه بالكورونا او الاصابه بالعدوى البانديميك اللي احنا فيها، اللي هو زياده الوزن. اكتر الناس بتحط على جهاز تنفس صناعي هم الناس اللي هم مصابين بالسمنه المفرطه اكتر. احنا مش بنخوف الناس، لكن دي دراسات، يعني دي ده اللي اتعمل، يعني ده اللي هو ال 12 حتى الان يعني دوليا، احنا ممكن اي حد يبص عليه يعني على جوجل يبص عليه، انه السمنه المفرطه من اخطر الحاجات اللي هي بتخلينا معرضين طبعا للاصابه بالعدوى بصفه عامه. يعني ده ناهي حضرتك عن الامراض المصاحبه اللي احنا كنا بنتكلم عليها زي السكر، يعني السكر ده بيخلي المناعه طبعا وبيخلي الجرح ما بيلحمش، في عرف الناس اللي جرح السكر بيبقى صعب. هو ليه صعب؟ يعني لان طبعا المناعه بتبقى قليله، يعني اقل البكتيريا الضعيفه خالص ممكن تعمل مشكله كبيره في مرضى السكر، لانه المناعه قليله، الجسم مش قادر ان هو يعني يجابه او يعني يعمل توازن مع البكتيريا او ان هو يوقف البكتيريا عند حدها، بدليل انها طبعا ممكن يبقى فيه حتى التهابات فطريه، دي من اضعف الحاجات اللي هي اللي ممكن تصيبنا، بس طبعا بيبقى وجود السكر او ارتفاع السكر بيخلي برضه الجسم مش كفاءته العاليه.